أندي راموس ونورس أبزا، من الفائز؟ ثلاث جولات من الفنون القتالية المختلطة على وزن ال 61 كيلو. بالركن الأسرع العمر 25 سنة، الطول 1.76 متر، الأسلوب MMA، من البرازيل أندي راموس. بالركن الأحمر العمر 26 سنة، الطول 1.77 متر، الأسلوب MMA، من الأردن نورس أبزا. يبدأ النزال الجولة الأولى بين نورس أبزا بالشرط الأسود والدير راموس بالشرط اللي عليه أسود أحمر وأزرق وأبيض، المهم هو بوك التبتيم. والآن محاولة إسقاط الدير راموس، يحاول يسقط نورس، ينجح ولا ينجح الدير راموس في إسقاط نورس أبزا على الأرض. حلوة نورس عليه. عمار هل تحسب هذه كمحاولة إسقاط؟ بالإمامية ما تحسب ولا، ولكن حلو نورس عليه يسدد لكمات لأنه وجهه جنبه. ايوه لكمات او ضربات بالكوع من نورس قد تؤثر على الدير راموس. هذه طبعا حركه جودو نسقطت، مشهوره فيها الجودو من هذه الناحيه. صحيح. توب فليب طبعا نهديها لحسن موسى من اشهر اللاعبين العرب اللي متواجدين في دوله الامارات في الجودو، ويعني اعطانا حركات جميله في الجودو. نهدي التحيه من قفص ديزرت فورس. نورس والدير، من يسقط على الارض؟ نورس ينجح، ولكن يا نورس، اوه هيل هوك هيل هوك هيل هوك هيل هوك. هل ولكن لا، هناك ليست هناك فعاليه من الدير راموس بالهيل هوك. ونورس الان هو الذي يحاول اخذ الهيل هوك لالدير راموس. حلوه جميلة من نورس وجميلة من ألدر وجميلة من الحكم طبعا، اللي ان شاء الله تسنح لنا الفرصة ان شو نذكر تعليق الحكم على مباراة حسن طلال واللاعب محمد يحيى. هناك اختلاف بالآراء. اوه هيل هوك من نورس أبزا، ولكن ليست هناك فيها فعالية، وهيل هوك ولكن يعني بالعامية يزلق نورس، هو الآن مسيطر على الهيل هوك، ولكن يا نورس ما فيها اي فعاليه لان وجه اللاعب الدير راموس ما تغير فما في الم. يهرب الدير راموس ويذهب الى السيطره الجانبيه، ولكن يعني نورس يمنع. حلو يعني لو بس او يستطيع نورس، هل يستطيع قلب نورس؟ يستطيع قلب الدير راموس على الارض. وضعيه الهاف جارد، دير بالك يا نورس. ضربات غير حلوة حلوة من نورس. يعود النزال على الواقف 2:20. فلاي ني من اللاعب الدير راموس، ولكن لا تؤثر على نورس أبزا. نورس يعني أنا أشوف أن نورس ممكن لو الأصلح والأصح أن نورس ينهي النزال على الواقف، ولكن نورس يجب علينا يكون حذر لأن جفن نورس اليمين دائما، طبعا هذا كان في الميزان، دائما يفلت. يوم سال الحكم للاسف الدكتور شو عندك اي عمليات؟ قال له والله بس خياطه يعني عندي. فدائما نورس الجفن اليمين عند نورس دائما ينصاب. الحكم يجبر نورس الذهاب. اظن كانت هناك حركه غير شرعيه من نورس، دخل ايده في عين اللاعب الدير راموس. دقيقة و45 ثانية. حركة ذكية من ألدر انه يكسب قليل من الوقت والجهد حتى يمتص طبعا اندفاع نورس ويستطيع ان يكسب انفاسه. ممكن تكون هذه الحركة في صالح اللاعب ألدر راموس. حكم ليك يعود يستأنف النزال. نورس أبزاخ بالشرط الأسود
واللاعب ألدر راموس بالشورت اللي فيه الوان. يعني هذه صفات يعني في عند اللاعبين الثقة بالنفس. صحيح، اوه حلوة الركلة، اوه يذهب الى وضعية الهاف جارد اللاعب ألدر راموس. نورس علينا يسوي البلوك الان الى وجهه وضعوا ضربات الكوع او يسكر يسوي بلوك للهاف جارد، يحضن بايده اليسار نورس وجه اللاعب ألدر راموس راسه ويرجع الى الخلف حتى يكون هناك يقتل حركة الهاف جارد. الان نورس من الجراند ان باوند، طبعا من مصلحة اللاعب أرديل انه يلعب على الارض، نورس اظن من مصلحته انه يذهب الى القتال الواقف. جراند ان باوند الان نورس يذهب الى وضعية الجراند ان باوند، جميلة من نورس الان ولكن القفص يمنع نورس، ولكن حلوة حلوة من نورس، ممسك بايده اليسار وجه اللاعب ألدر ويسدد لكمات يمينية في اخر 20 ثانية من هذا النزال الحماسي. نورس الان يمينية، اوه يعني سيطرة نورس على اللاعب البرازيلي عمار، قوية جميلة، ضربات بالكوع جميلة من نورس، اظن انها تحسب للنقاط تعطيه فعالية انه يمكن يكسب الجولة الاولى في ديزرت فورس وتنتهي الجولة الاولى. حلوة، روح واخلاق رياضية عالية. اعتقد نورس فاجأ اللاعب البرازيلي وصدم عمار بالمستوى القوي والجميل، لياقة، لاعب محترف ترك شغله طبعا نورس، وفقط هو الان يلعب فنون قتالية مختلطة، يتدرب طبعا كومبات سامبو مع تيمور نارموق، وطبعا يتدرب ملاكمة مع ايمن عون، وهو لاعب محترف ترك شغله طبعا مش من هذا المنزال، ترك شغله مباراته مع جلال الدعجة والله وفقه وحصل على درع وزن 60 كيلو جرام كأول لاعب في منظمة ديزرت فورس يحصل على وزن 60، على درع وزن 60. هذا الاحتراف، الدروع اللي جبتهم معاك انت احمد من الامارات. ما ليش ما سرقتهم مروح؟ للمنظمة عمار ما اقدر اخذهم. خذهم قول هذا حصلتهم. طبعا دقيقة احمد واحدة هي فقط، والحكم بليك الان صحيح يأمر يعني الكورنر لنارموق والكورنر للاعب ألدر انهم يخرجوا خارج القفص ليستأنف النزال في ديزرت فورس 25 في المملكة الأردنية الهاشمية ومن عمان وعاصمتها عمان. الجو رائع خارج برد، الا انت الوحيد اللي مش بردان في 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 عمان. قول ما شاء الله ما شاء الله تبارك الحمد لله. يبدأ النزال اعزائي المشاهدين مرة اخرى وجولة ثانية توقعاتك تنهي بالثانية ولا تكمل الثالثة؟ تنهي بالثانية عمار، تنهي بالثانية. أنا اليوم متحمس مع البرد، متحمس وصريح. طبعا ألدر يحاول انه يسقط تيك داونز، ولكن يا ألدر بالام ام تيك داونز لازم تكون لكمات ركلات تسكر الخصم وبعدين تقدر تسوي تيك داون، اما تيك داون للجوجوتسو يكلفك الكثير الكثير. اوه ركبة يمينية، هذا التيك داونز اللي يسويه بالجوجوتسو يا ويله، بالام ام يا ويلك ويل. خطير عمار التيك داون لما تروح في نزالات الام ام اي، ما تقدر تنزل بدون ما تسدد لكمات، تفتح باب احمد تسكر خصمك يكون بلوك بعدين تقدر تدخل على الخصم. ما زال ألدر ممسك برجل نورس اليسرى، ونورس لو مكانك اوه عمار حاولت جلاتين، ما كملت عمار، ما لحقت ما لحقت. انت عارف الجوله الثانيه ولا لا عمار؟ الثانيه كلامك صحيح. جلاتين شوك ينهيها نورس ابداق بين ارضه وجمهوره. Thank you.
والفائز بهالمباراة بحركة الجيلاتين شو من الأردن.